الحمد لله والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، الباب 47، باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. باب علامات حب الله تعالى للعبد هو باب يهي حيابها أستينيا أما علامات كواه إن إلهي وجعلها دونكيس إيو الحث على التخلق بها إلا يسكب بوريو إن أخلاق لغا ديكتو علامات كاس إلهي وضدك كو جعلانيو إيو السعي إن لو حق ليو واللغو الددالو في تحصيلها سودع سشديدة أما هلي تان كيد إن وقفك كو الددالو مركب بهذا ماشي كجرت مؤنث كأه علامات كي الله بنيسا ماها على التخلق به حب هذا ولا به بالله لا هذا مركب إيش صار كبرارو الضبا محا عدينا يا إلهي أدونك يسوج عليه تقف والبابا وكيف كريا من كل هالشيء وحالك كان أنه مسجد وظف لنا صلاتها وجينا موسم الله موسم كذا ونودي بيان الله إن هاي حال جاري عشر الأواخر من إيش العشر الأواخر من رمضان العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر كذا عن أنت أقولينا ولا إن عن رادين إن ممكن إلهي نجعل الله الضباء جعلك إلهي سبحانه وتعالى معنى إذا ما اللي هبلوا وأنك جعل الله الإنسان هذا حظ الله يقيدني يا ما أما آيات قرآن إني سجارة وقوني أديك روح سي سماع أساءتي وحاجرة علامات غيو أستاموين موجينة إن تكجر تليس كدك إلهي وجعله الله نبو درعي هذا هدي مركة أدو إيكاقا مقوية مثلا إن قفل بإسايح سقاراني إن أدليس كأن سوق الكريم وحايل أنه تلمام يا علاماتك ولليه بل قفل بها يسكد ديو إنه سيدا أدقمه وهكود داله يسكد ديسو إنه أدقمه وإنتاسو إليه سبحانه وتعالى وهو الله ديسو إن مركة أجعل هذا. قال الله تعالى أستنتك وادوح يكم مقتا أيضا سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاغفر لكم ذنوبكم ورهدال إلهي جعشيه أني إصار راع إلهي نجعل هذا يا إلهي نجعل هذا يا دم بيجينا مضافة يا والله غفور رحيم إلهي دم داف بضان وقال لي دم داف بضان حريص بضان كو محمد رسول بحا يدرس إن إلهي كو جعل هذا وحام موجين النبي قرر على دول هدي السنة ده أنك هاجد دكتور نبي جاي نبي جاي سمي نبي جاي قرادة هالكم بفريسي سابو كدر دارمي أنا سابو نولا در دارمي نبي جاي قف كهدي كهجد دكتور تليه ما هني وشك شيء لكن لقن أو كدي كان جو هالك راح أقوم مقت إله وكجعليه ليس كدت كإلهي وجعليه سكن حضي هذا نقول حبي الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أيضا إله كل المؤمنين هداتهين عد الدين كدين تن إلهي وسود جي كردو ذا أدي بقى قرطة الدين كي هل كل الربيع إن لدقة أنا دقين سيد الربيع إن دستور لغة دكتان وغير دقن سيد الربيع إن لو مرحبا يسي أنا مرحبا يسين إلهي ضد كل الله إمريا ضد كامر كل الله سيف إليه إلهين وجعليه يقول إله بيجعليه الدول ضد كا إلهي نقول بدله أو لا بوس كنا ضد كلا كينيا أنا عدة إلى الردو ذا دب أقرأ تاي ضد كان نقول بدله دانو ترى أستعمله هذا ما حين نقول كلام آية هذا إلى سبحانه وتعالى كبرين ضد كان إلهي وجعلها يجنا جعل وأذلة على المؤمنين وضد يو أدب عسن إنه قيل سن ضد كمؤمنين تا مو منكم أعد كهذا أمي منك كلية سيفتو على مبحوه عزة على الكافرين ونكو أدى ذكيها مركة إتاقان تهي ضد كآن إيو كافرين تهي
صفات الروح كم يجاهدون في سبيل الله وضد الاله بكل جهاد يعني. ولا يخافون لومة لائم مد قال يا دقال كيس كب قمة عد اي اجو الدين مرك عمله وها مرك هدف كود اما منهج كود وياه وروح كان الى سبحانه وتعالى مكيها الهي ما اقبل ما اقبل شيء عنها من اسقى فرها عد الدين سهدي الدقيقه او ضاصنت هاي انو سيد وها منهجي ان سدا ايتها ام المريني انا مقارنه الى مرك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع كان ودارات إلهي عد الدون ولبي كان يسين إلهي وعليه واسع علم بدن هذا مركو حي موجسي إن إلهي وكجعل لا أن أجعلات إسكه المهنة أفضل جار إلهي نقول الدون مركا ضوا هذا دارك يقف مركا مسلمين تؤدى وعسن وأنك هذا كين يكبد بادي يعني أفكي سأدين كيس اللي كبد بادي قف كاس وقف أي كم وقت أستانا إن إلهي سبحانه وتعالى أجعلي حالا نحن صامر أيدي محمد رسول الله يا يده كهل أشداء على الكفار رحماء بينه وتنصار حديث كواد أهنا حديث يسدح بقول إيو سديتني لح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحي الله كرر ماذا وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحي إن الله تعالى قال إلهي سري وحي مركا أبو هريرة الصحابية بل نبي كوري نبي جيبا إلهي كوري حديث القسوي حديث مركا وكه له ولي ولي الهي من عادى ولي من عادى لي وليا اي من عادى وليا لي جمله جراماتيك لمرك ستراكشر كده ليس صار اللقاء هو اللي يراه من عادى وليا لي قفكي لا دغالم ولي اني اي سغناده لكن الهي وحور مري لي من عادى لي وليا بمعنى ولي نمدي سو اني كلي او غارت حد كل خير لي ما كملها على سيدة مركة جارة مدرورك إيو مركة ضمائر منفصل كا إيو مركة هرنا عن خصوصيات بي فائدين بلاغ عن لغة عن اللي كون سيق عربي دور بي مركة قدان كوقفك لا الدقال عن بيين فقد آذنته بالحرب أن الدقال بان أغيسية الدقال إنا لقل إيو أيا ننكا أغيسية قفك ولي أوليد كمي ده إسكو الضيئينو هاب إيا مركة لا الدقال عن مركة سو مركة حدبا حديث وصيوة ذلك وما تقرب إلي عبدي بشيء الدون كي يقول سؤال إلا ما سؤال هو هذا أما قرب أن يأتي ذلك مرة هذه شيء قاسو أحب إلي من افترضته عليه قول لي يجعل بين وحاني كو واجبي يعني بمعنى الشيء إلهي اللي قلت له هذا إلهي يجعل لي فرضك صلاة محل لو يجعل لي شنت صلاة رم... بشا صون كمحل لو يجعل لي بالرمضان وحيابها الله بحي محل لو جعليه زكذا إذا إلهي وحو ليه الدون كيغا وحو يقصو دوانيه وحعان كجعل بضانه ما لها مركي تاغنتاي وحيابها عن كفر ديه لرو وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه الدون كيغا انت أوبا يقصو دوانيه نوافشة وصنة وصنة كلي ودي بيسو وحو قاري هير مركا أنيغان أنجعل هذا مركا وما زال عبدي الدون كيغا كزولي ماي يتقرب إليه ويقول سوء دوانا بالنوافل السنوية حتى أحب إلا أنك أجعل هذا فإذا أحببته هذا أنجعل هذا الضوء كنت سمعه مقل كيسان هذا الذي يسمع به وحكم مقله وبصره بأن هذا أرقيس الذي يبص أو يبصر به وحكو عركي وياده قعن تيسان هذا التي يبتش بها وحكو قبنه وريد له لك تيسان هذا التي تاس يمشي بها وكسع عنه وإن سألني هدوء ويجزسان أعطيته وانسيني ولني استعاذني هدوء إما قلنا لو عيدنا هو المغنقرين المغنقرين رواه البخاري معنى آذنته أي علمته بأني محارب له وحور قلنا إن دقال كل الجرو وقوله استعاذني روى بالباء وروى بالنون يعني إذا نونا ومعركتي والوري إذا بعنا والوري لبدا مركة وينقطة مركة استعاذنا يحلم بدا الضباء حديث محنوات المامي كو إلهي هدار ربتد إن أدواتي هرت فردك على الله قف مركا فردك سا اوضا هداد اركتيد لكن هالك هكلي انكوها كان سنة دينا وضا سالة دينا اللي سنة ليهين سنكو سنة ليهين وحيوه الله لبح سنة ليهين قف مركو قادو قد دالو وحو قاري ليسا ان الله سبحانه وتعالى وجعل هذا مركا هدبا هدي الله سبحانه وتعالى انو الهي كجعل هذا محمود جن لبا محمود جن محمود جن كو دادالك ادو الله تيمد اد جلسي عبادة قارهان انتي فردك اهيد اي وهليدو نوافشة وحيارة موجينيسا إنا تهيقف تحصيل كيدي وحق ليه دلال قليه وأصوار نعسى التوامد
محام موجني هذانا إن إله سبحانه وتعالى كجعل هذا كوحا موجني دور ريموت وأمضهم وأنين ما مقل كيس إلى ليات وحن دقي سنست دقيها ويكحري شيء كالصحن ودحرانيس وحن تنك الجوج ونك دان مع هذا الكوكو إلني صدق أرقاقو وكنترولي هذا دارك أرقاقو دي سنة هذا ميال دي مويني ماشو الدونة لا هذه هذا دارك ولي وحباكو وجره هذا دارك عنت هذا يوض مركا أد كنترولي كرتيد أدين كاقا أد كاقا تحاي وأن حرامي مالها آذين هذا داركتيد هذا داركتيد هل كأسانتا ديجيسيد انت بهاد دي أد أركتيد إن أي وحدة وكنترولي هنا مارين كرتيد وقو إله سبحانه وتعالى كجع الله محا مركا زيادة تحاي قفك سيدا سوكالة بريد سلم إليو إله هو حسان ربا هرا لغا سينيا إله هو حسان كامان قل إله ما قلنيا قفك سيدا سوكالة لكن محا أصلا انت قف من ليمد حديثا طبعا ايضا اد فافاسان ما سمعه لو يري ما بصره لو يري يو فلسفيكال ستاديس اد تربضان اما هذا نقول هذه المناطق دي يو ايضا فافاسان بان ابي الناس دول فدينه ما لنا محرك انك يلي دونتا حديث كان لواد صدح بقول يو سديتن يتضرع عنه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيل اذا احب الله تعالى العبد هدي الهي اظنك ساجعل اما اظنك وجعل نادى جبريل جبريل بقول نادي جبريل جبريل الله يرحمه ومحل يقول لي مارك إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه إلى هبل بوجع لاري أن نجعل له فأحببه مح والوبيريا يعني جبريل اللي فأحببه ما هذا الما إلى أن جعل كون قلبي كصبع والوبيريا جبريل حل هبل ما قاعد على الشيء والما قاعد دبه مارك فيحبه جبريل جبريل بجعلانه فينادي في أهل السماء إذنه ومركي وقلنا هذين يا ذات مخلوقات كسمد الجوع ملاكتي ومعه كله إن الله يحب فلانا فأحبوه والملائكي إلى هاي وحوج على هذا هبل إن نجعل هذا فيحبه أهل السماء صمدا أنت دجان مخلوقات جعلاني ثم يوضع له القبول في الأرض كدمنا أقبل با إلهي أي لأرضنا متفق عليه وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل الضوء الضوء جعل هذا جبريل بقوية ريوح إليه فقال إني أحب فلان فأحببه والهبة البان جعل هذا يجعل له فيحبه جبريل بجعلانه ثم ينادي في السماء صمد حضان أولا واقع فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه إلى هبة بيجعله إذن نجعل هذا فيحبه أهل السماء بجعلانه ثم يوضع له القبول في الأرض كدمنا أقبل با إلهي أوي لأرض الله رواية مسلم مركا وحي لا زيادة هي زيادة هذا صوت تيهرة الإمام البخاري أنت متفق إسقي الإمام البخاري وحن كوضع الإمام مسلم الإمام مسلم الإمام مسلم الإمام البخاري أنت وإسكوا فقصين الإمام مسلم حلا ديري هاي حلا ديري هاي أما لا ديري هاي وإذا أبغض عبدا دعا جبريل هذو الضان عنا جبريل بقية فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه هي البان نعيا نع فيوضه جبريل جبريل بلعنه لعنه مركا نعيه ثم ينادي في أهل السماء هذا أهل السماء ده أي ينادينه يا أو جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضوه إلهي هبل نعيه إذن النع فيبغضوا أهل السماء أهل السماء ولم نعيه وضد كسمة الجوع مخلوقات كان كورا إما رأيته ثم توضع له البغضاء في الأرض كد نعيب بإلهي أرض أميلية حديث ما حديث أقول بغضين تبضان وغنى رجلنا بضم رجل هي محايا لي إن إله يرتأ كجعل هذا وحيكو حرانت إنسان هذا هرته لقاسو أجيبه وحانا دليكو بقى وحارف لكشن كقفك كصون نقوني أدي يددك سأسكتيهين خلقي إله هذا إنتي كان بدلان وددك يسكك جعليهين وقوة قول سمد حقي سكيمت إلهي سمد الله صلى الله عليه وسلم أقبل المركور هل كاسا عملك يلي قدومي إنه أتقبل الله من المتقين قلو حركة يساءون حتى أكتس هذا المريك أنه مضوء أنك بك عيس لكن مركز سمضة لغا صوت قنو وحق إلهي لغا صوت نعوه ضدك أدام بان نعي قف على حركة يساء وقوصة مري أيان جيني لكن قلبي يو ديدي وضدك أدام بأي ديدي ولا سلو ورنك كان نغا إلالي كان نغا إلالي كان يوسن سوق قلي يعني حركة يساء ومضوء إن سيئون وتكوريس وحنا لغا يبقفك كان سارح من نفسي إني قف إسكا أدق إنه لكن هل كاسا لسكا صوتورا إذن سي مرك قفك أوقر ليسك إنه إلهينا كجع الله أو جبريلنا كجع الله أو ملائكتنا كجع الله كده من الرفلكشن كيدي مره هيدي أرضا كيشي وحيكو حرانتها علامات كأنه صوشاقين اللي هلو
حديثة سدحات إلى بقول سدحبقول سديت زيدة وعنه وعن عائشة رضي الله عنها الله كرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية نبي نمبو وحو أيو دري وحو نلا دري دوي ولا دري أما إلى أما إنتليجنس ما كلا دريو إلا إذا ك وإن أنت أنضيعلك اللي قيلين سهم لابحو لسو حوران صدو أخبارتي لسو أوريو أو الأوغادة هالك إدقيه جيغرافيكيلي ماشي عيدن كحيقان ماشي ملا إدقي كرامتها يوحي لم إذا مركز سريدة صدر فكان يقرأ لأصحابي في صلاتهم صلاة طبعا الإمام بو أنه قنا إلا نساء المسود كاي ساق على ديري ذاتك مركز الإمام أنه قضو قراء الأقرين يصوم إلا الإمام كوين وحقيه فيختم بقول هو الله مركو حقيه وقول هو الله وبكو ختمه قل هو الله تعالى قل هو الله أحد باقية فلما رجعوا مركي صلى الله عليه او ميشن كي اما هوشي لو دري مركي سو غوتي ديب اوغو سو رغال عليين هلكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم او كدري روغتي هيد كوتر كا اهي ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وشي واحد هبل اد نو درتي اد نو ما غير دغتي قل ولو نو عبي وابر نو غدي فقال النبي يرسلوه لاي شيء يصنع ذلك بل اي ويديه صوت ساوسمي النبي طبعا صرح الربا انه arinta hortooda laga dhawaa laakiin wuu ogyahay sallallahu alayhi wa sallam anno maxaa qul walaa la aqrinay hada loo sheegi maayo fasaluhu huwaydiyan faqala wa hiya lanaha sifatu arrahman lanaha ish sifatu arrahman wa allah arrahman ka ah sifadiisu wa ana uhibbu an aqra biha annahu han ja'alaha inan iyadi ku aqriyo maxaa ilaahay tilmaanti si way xambaarsanta faqala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam markuu yiri akhbiruhu أن الله تعالى يحبه والشاقة إسنا إن إله سبحانه وتعالى وجعل هذا متفق عليه طبعا حديثا من قرع جائبت إذا كله وين باكوت جوست ومضع إن قرآنك يريسي مقاله وحلقية با ضدكو إلا حفظ قاسي اللي فكرة سورة البقرة وفكو مركو أقريانا ووحوين مركو سورة الإخلاص وأقريانا إن ضدكو حباني وأركي لك سورة الإخلاص عجائب تسبب جرت صفة الرحمن باكو جرت وثلث تعدل ثلث القرآن ثلث القرآن ملكو الله يسدح دلال دلال القرآن كسدح دلال دلال عقيد وكارل عقيدة الأن بيضة بوشي في روح كلامها أنو إلهي سبحانه وتعالى سفين سان جعله هل كاو حلقة قادنا وحون إلهي سبحانه وتعالى أما با هنقط نعم نعمدي سكمد أما إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس أما إلهي سبحانه وتعالى رحمة ديس وحون هذا جعلات إلهي كجعلان يجل وعلا تان والله قادنا وأنا مهم رنتي صفة الرحمن كاس إن معركتي قفك أكود دادالو وحان حسوس تهدى كهربان مركز سمرة ذا لقارو تدكو إسكت دالي هينو عيشوه كلا قل والله أقول تور جري نين باسكت الحركة مركة أنو طبعا حايا دادك أو يرى لكن باسكت الحركة وحيري قل والله هان وأقرني أنو يقول لك هرلا يا بي وذاتكو أنو يقول لك هرلا يا واميدو حولي وذاتكو حركك ومجر وكليس بركزات أحد كاس وضل ضلي وعني كلية أنا إلى جيدا بني قف نوعا ما استيريا وسجد جرتو هذا آيات وكسك الحركة وحير أنا يقول دقها الله يبي بركز يقول والله دقها الله الدوق قالوا إذا زلزلا نقولك إلى جوينا وكل حكت بركز دم هذا باب الباب الثامن والأربعون باب كأفرتني سدي هذا باب التحذيري من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين وعوبا بها إلا يسجد جو ضدك صالحين تين لا أذية ذيه والله يبو يوضعف دتك يوضعف ضعفه وضعفتي يو المساكين دتك مساكين دتك دتك ليتا ان فرح لا يقاد هاي القفكه كان اودها دي لو شيكتو او لما قونيو او نولاشا لو دي خطرتي دي ليله امدهم واحد كو براران او الله سبحانه وتعالى كو بادي ضعفها وغاده ميلها ان هدا ان جوجناي يلو ده شرع الاسلام ان لا دقم لكن انت يار السيستم كو اي جشتين كانوا مصعون كري كان محن مصعون من كري هويني دواسيد انت انت كلي انت إلي سبحانه وتعالى كبر على الغياب لأن عدالة دي بكو جرت تلمامي العلماء ما لي عدالة اي تماضو ومضى سولي قدو جريسة هذا يقالتها حتى مار هدي عدالة اللي ومضى سكو ديسي حتى هدي مسلمتها سيد اي علماء اللي يجري نوكا هدوا قال الله تعالى إلي فرو الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا كوة دبا إيه أذي ذي رقم مؤمنين تا يهوين كمؤمنات كا وحيا قيسنا كو أذي ذي ضوشة كسار
قليها صنبية عب يدم بعب يدش الكور تيم بو إله سبحانه وتعالى لي ولا قوم ده كمون انت كامل كلام ما انت هذا داركتي جوار مسلم هذا او جلباب سن وحي قرينه يسا كبدان تعيد كو درسته ملا اما ادارك قف مسلم ساسو الى جيدا انه ديبك ان هيسا و خويا قفكا وحان كريتيك كنا هاي نيديس بابك نو ايمان دون انه شيغ دونا ددك ان قفكا ابييرنس يجي سمو قال كيسا تحكم كيسا بحين كرتا لكن وحان قلبي كسيتو ام هيول كسيتا يا مقب او جيره مو كان كرت انك مرك قلبي انتشك ولا جيدا وكودا وهو حتى هذا الأدو أترى وح الله فسريا قف كسود دون فسريا إيش دون بيدا مركا قف كان مؤمن كا بمغير ما اكتسب وح سن جيسا دوسح كسار دم بأنو قلنا دوسح كسار هنا أذي ذيني آية سائل هذا إلى هذا نقول فأما اليتيمة فلا تقهر فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر كان مسكين كا هذا نحب وهم أبوان كا عندها هقهر أو لب يهو هو بريرين يعني أوجيد هذو سائل يحكو يجسنا هرارنا هذا الألك عقدين هو كويدسان مهلي كرا وإما تعرضن عنه وتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قول ميسو والخير دون إن شاء الله والهلي دون إن شاء الله سدد في لي سيد ما حالد ويكدو أنت مر با هذا كقرح بضن لكن مركي هذا الألك هكوركين وأما الحديث كثيرة حديث عيدا بكبضن منها كم الحديث يا حديث أبو هريرة هذا محن سواق هذا الحديث يا رضي الله عنه أبو هريرة اللي يقول في الباب قبل هذا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب حديث كذكو لبا ومنها حديث سعد بن أبي وقاص بن صومر رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم من أبو صومر إن أقونك الله دمريه وقوله يا نبي صلى الله عليه وسلم قولها يا أبا بكر لئن كنت أغضبت فقد أغضبت ربك فقد أغضبت ربك هذا قلاه كعريسيسي وبلال إيو سلمان إيو صهيب الرومي إيو هذا كعريسيسي إله بعد كعريسي مركلي أي حديث كان عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه طبعا إمام النووي منهج ككو برار ومن كتاب أقرأ سنيسي إلا بعد الحديث نصام مري نمبر مسيني إنه حديثا ما الكلام مرقم كويه أو باب كلي كجران سادت الترقيم كحو قبل الحديث يسدحان وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بحيري من صلى صلاة الصبح صلاة فجر كقفكي تكذا فهو في ذمة الله إله من قال إله من أنت سكجرا فجرك صلاة فجر قفكي تكذا إله من قال من سكجرا أي فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء إله يان وحبا إني راعن بقنتي ساسوين إني راعن وأما حي قفك كان مرهدي إلهي ومقن قلي مقن الله كجرا سواء أنك ما هين قف عادية مركز مقن تيدو صوت قلي أنا أجرته أنا قفك كان إنجليسي وين فرح ويقال فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه يدركه قفك إلهي أرعضه مغنتي سوح لمدة وهليلي قعنته كل جاي ثم يكبه على وجهه في نار جهنم وجبنا نار تقوته رهبي حوار روح مسلم ألقى حلقة قادنا يا صلاة فجر كتكشدد إني تنوع ولنماء إلا ولي هذا الصلاة الشيء من عادة لولي ولا دفاع صام على صلاة فجر كوح سهلا ما قفك إنه صوت وصو ويسست ويماذا وتكذا جمع وصاح هذا روح الموجين قفك كان إيمان كيس قفك سلام إيمانك ولذلك محل وكلا سار الجري المنافقين تيدتك محل وكلا سار الجري المشي في الظلمات مركا لصوت الله بسنة مزيد كالإيمان انت سأل وكلا سار الجري والنبي يقول والله هدي ما انت دلان ليشه رده لو يير لها ولا ديه لها مسجد كحوم بالغو قيبين يوسوي بحسامي لها يمي والنبي إلا أبكير والله هدي يعني وحان تمني إن أنقفك لإراه وصلاة تتكبه كدي من أنه ويدارته هل كإيد الجناية أن ضبق وصيه والنبي يقول روح سهل أمرك عمام إذن إلهي سبحانه وتعالى ما ينتيس ما أنت أبرك ولو ينقل لدي على غيابة أوراد تربضنا نقل لها يد إني كاكا فيريس صلاة الصبح هذا مرك إلى ليب أولا كرنا ومرنا مكدري كرنا باركنا بابو وقت ما دمان طالع مولد النقط تعاوي ذلك الله.